بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، طلباتكم أوامر. برحب بحبايبي الجدد معايا، أهلا وسهلا بيكم، شرفتونا نورتونا كترتونا. طلباتكم أوامر، أي استفسار أي موديلات أنتوا عايزينها اكتبولي وإن شاء الله أنزلها لكم. وحبايبي ما تنسوناش في اللايكات، لأن هي دي اللي بترفع الفيديو وبينزل في المقترحات وأكبر مجموعة يستفيدوا. طيب إن شاء الله إحنا يعني هشرح لكم البلوزة دي حبايبي اللي طلبوها. طيب هي بلوزة كاجوال، هو سوت بنطلون واسع، والبنطلون أنا شرحاه على القناة والصفحة سواء بطرون مرسوم أو فيديو. طيب البلوزة نشوف دلوقتي دي بتتعمل ازاي. بص يا حبيبتي، انت بتاخدي المقاسات بتاعتك عادي خالص. ادي هناخد الاول طول البلوزة بتاعتنا، ادي اخدنا اهو طول البلوزة. الخط ده اسمه نص الامام، اهم حاجة المسميات يا حبيبي، ده نص الامام. طيب هتيجي بعد كده اعملي الخط ده اسمه خط الاكتاف، خلاص هتيجي تحددي عليه عرض الرقبة بتاعك. طيب عشان تعملي دكولتي الرقبة ويطلع معاكي مظبوط، بس يا حبيبتي انت اولا الموديل ده تضيفي على الدورانات بتاعتك من 4 إلى 6 سنتي زيادة، خلاص. هتيجي بعد كده هناخد محيط الصدر وليكن 80، سميه على 2 4 مرات، على 2 40، على 2 20، 10، على 2 5، وتضيفي عليهم 1، بقت 6 سنتي. اذا هنا 6 سنتي عرض الرقبة بتاعك. انت عايزة تريحي التقاء الرقبة بالكتف، ادخلي كده 1 سنتي، خلاص. هتيجي بقى تعملي العمق بتاع الدكولتيه بتاعك او دوران الرقبة، انزلي 6 أو 7 سنتي حسب ما انت عايزة، واسع او ضيق شوية. وهنروح عاملة كده، هتيجي بعد كده سنطر المسطرة بتاعتك بالشكل ده 3 سنتي فقط، ارتفعي عشان نظبط الدكولتي. انت ايدك بقى مسطرة، لا تحتاجي مساطر ولا اي حاجة. بصي انا بعمل خطوط وهمية نقط الاول عشان اظبط بيها الدكولتي. ادي زبطناه اهو، ايدك هي اللي تبقى مسطرة، خلاص. هتيجي بعد كده انت وليكن عرض الكتف 12 سنتي حسب بقى مقاسك. طيب احنا عايزين بقى نعمل الخط بتاع الباط. خط الباط ده بيتعمل بناء على ايه؟ بص يا حبيبي، انت نحيفة انزلي بخط الباط 20، متوسطة 22 23، ممتلئة 24، وما تزوديش عن ال 24. ليه؟ لانك لو زودتي عن ال 24 مهما كان الحجم هتبتدي تنزلي على منطقة بروز الصدر، وده هيروح مضيق معاكي اللبس اللي انت بتعمليه، خلاص. هتيجي تاخدي بقى الخط بتاعنا اهو، بعد كده هتيجي حبيبتي خدي ربع محيط الصدر بعد الزيادة بنقط وهمية. يعني ايه نقط وهمية؟ يعني ما بتتقصش، دي استرشادية بنستخدمها للاسترشاد، خلاص. ادي عملنا خلاص حددنا محيط الصدر. طيب انت عايزة تحددي بقى نقطة الجيرو بتاعتك. طيب انت برضو والتكات دي اللي انا هقولها دلوقتي في الباترون الفرنسي البروفايلي ده، اظبط باترون واجمل باترون تشتغلي عليه، وهقولك ليه انا هشرحهم في بس مباشر على الصفحة تابعونا، وبإذن الله هتستفيدي، وأي أسئلة بإذن الله هرد عليه. طيب انت لو نحيفة اطلع من نهاية خط البات كده من 5 إلى 6 سنتي. طب لو متوسطة 7 سنتي. طب ممتلئة من 8 لـ 9، خلاص، وتروحي داخلة كده 0.5 سنتي. الحاجات دي كلها حبايبي في الباترون البروفايلي. هتيجي بقى ارتفعي كده 3 سنتي، وده برضو في الباترون البروفايلي، ادخلي كده 1.5. طيب في معلومة احب اديها لك،
بصي يا حبيبتي، الشائع ان كل ده حردة الباط، لا احنا عندنا الباط بينقسم قسمين، حردة الباط اللي هي بقى لغاية حدود الثلاثة سنتي، والجيرو من عند نقطة الجيرو. اذا الباط عندك بينقسم قسمين، حردة باط وحردة الجيرو. خلاص هتيجي بقى ننزل من هنا 4 سنتي اللي هو ميل الكتف بتاعنا، نزلنا خلاص الاربعة سنتي، ابتدي اعملي يطلع معاكي مظبوط. طيب احنا هنرسم الباترون الاول ونرسم بعدين عليه الموديل اللي احنا عايزينه. هتيجي بصي حبيبتي، عايزين بقى نحدد طول الظهر. احنا هنا بنشتغل بطريقة البروفايلي، بنشتغل على طول الظهر. هتقيسي من فوق من هنا لهنا طول الظهر بتاعك كام، وليكن 40. تاخدي الربع برضو بعد الزيادة، بتضيفي على المحيط كله زيادة، بتقسميه على 4. طبعا لا في بنس ولا بتاع، ده كاجوال. هنعمل كده خلاص. هتيجي بعد كده انزلي بقى، عايزين تحددي بقى نقطة محيط اكبر، ودي برضو في الباترون البروفايلي انا بديها لك سهله، ببسط لك الموضوع. هتيجي هنا اهو، انزلي كده 22 سنتي، تحددي نقطه محيط اكبر. ودي بتاخدي مقاسها ازاي؟ اكبر منطقه في الخلف من ورا الى اكبر منطقه في الامام في ارتفاع البطن، ده بيطلع معاكي مظبوط جدا جدا جدا. انا حبايبي شرح طريقه اخد المقاسات في الكورس المجاني على القناه، شوفي انا شرحة طريقه اخذ المقاسات ازاي، طريقه سهله مبسطه بطريقه البروفايلي دي، ان شاء الله تخليكي تعملي دريس بتاعك مظبوط. احنا هنا حددنا خلاص النقطه ال 22، برده بتاخدي الربع، خلاص خدنا الربع اهو بالشكل ده. هنا برضو طبويزة دي بصي تاخديها كده، عشان احنا دي في المكنة بتبقى تكشكش معاكي. ادي الطول بتاعنا اهو، هننزل برضو بخطوط وهمية كده، مش هنقصها بقى، عشان نعمل توسيع بسيط للبلوزة بتاعتنا، لان البلوزة هنا فيها توسيع. ادي عملنا اهو خلاص. هتيجي بقى بصي انت، عشان نعمل بقى توسيع، هتاخدي التوسيع بتاعنا هناخده من عند الوسط، من هنا من الوسط الى نهايه البلوزه، وليكن مثلا 60 70، حسب بقى ما انت واخده الطول اللي انت عايزاه. خدي العشر بتاعهم، اذا كان 60 او 70 بتخرجي كده 7 او 6 سنتي حسب الطول بتاع البلوزه. ادي كده خلاص اهي. طيب بصي حبايبي، احنا التوسيع ده بيرمي معاكي طول في الجنب، هيبقى البلوزه بتاعتك او لبس مجنح، لا احنا عايزينه ما يبقاش مجنح. احنا هنا قسنا من هنا لهنا وليكن 70، يبقى لازم تقيسي برضو من خط الوسط لازم يبقوا 70، هيفرق معاكي 1 سم 1.5 حسب بقى ايه الطول اللي انت واخده، وتروحي مظبطه بخط مستقيم. انا مش عايزاه دوران يديني زي الكلوشه، لا تعمليه بالشكل ده. وده كان الباترون، ممكن على فكره ده تشتغلي عليه اي بلوزه، اي بلوزه عاديه بتعملي المرد 2.5 سنتي او 3 سنتي، تعملي مرد او مرد قصير، يعني تقدري حسب الموديل اللي معاكي. طيب احنا هنا نشوف بقى الموديل بتاعنا بيقول لنا ايه. خلصنا كده الباترون، ادي عندنا هنا الكتف ساقط. الكتف ساقط معناه ان انت ترتفعي كده من هنا 1 سنتي، ارتفعتي 1 سنتي هتروحي عاملة كده. بصي توصليه بقى بالتقاء الرقبة بالكتف، وخرجي 5 ل6 سنتي بالشكل ده، انزلي كده 1 سنتي، تروحي موصلة بيهم الجزء ده كده، لان انت عندك مفيش حرده
في الكم اهي. بصي الكم ما فيش حرده ساقط معاكي خلاص، بتاخديه زي كم الجابونيز الياباني. ليه؟ لان دوت لو عملتي يعني لو عملتيه بطريقه الحرده لازم، وبعدين سقطتي الكم هيبقى معبعب معاكي او مكلكع معاكي في المنطقه دي، لكن لما تعمليه بالشكل ده مش هيكلكع معاكي خلاص. هتيجي بعد كده ناخد بقى بقيه الموديل. بقيه الموديل احنا هنا ادي نقطه الجيرو اهي. بصي تخلي بال نقطه الجيرو، اذا القصه جايه من عند نهايه خط الباط. هتروحي طبعا هنا، بصي انت لو جبت المسطره حطيتيها كده اقسمي الموديل قدامك. بصي بقى القصه داخله على خط نص الامام، يعني قولي تقيسي كده. بصي هتقيسي كده ده 12، يبقى تقسمهم ادي 6. تروحي واخده كده الخط القصه. بصي بقى احنا بنرسم الموديل ازاي، ادي القصه بتاعتنا بتطلع بالشكل ده. هنيجي بقى الجزء ده عندنا فيه دوران اهو، هتروحي واخداه كده من هنا، اطلعي كده مثلا بتاع كام، قولي 5 سنتي 5 سنتي 6 سنتي بالشكل ده. بتروحي بصي خدي دوران بالشكل ده. واضح؟ شفتي بقى رسمة الموديل بالطريقة دي. طيب احنا نقص ونشوف هنعمل ايه. نبتدي نقص بقى الموديل بتاعنا. بصي انت الظهر هقول لك بنعمل ازاي، برضو هشرح لك على السريع كده عشان اشرح لك بقى الكم يطلع معاكي البلوزه بتاعتك مظبوطه. طالما في كتف نازل لازم ترتفعي 1 سنتي وتريحي. احنا هنقصه كله اهو، وبعدين نقص القصه بتاعتنا. ادي قصينا ادي. بصي بقى ادي دي اهي، ادي حبايبي الموديل بيبقى بالشكل ده. واضح؟ ادي الموديل بتاعك. انت لما بتيجي بقى تحطي على القماش نشوف بقى بيقول لنا ايه. وليكن ده القماش بتاعنا، وليكن دي القماش. ادي القماش اهي، طبعا بتفردي دي بياخد منك البلوزه دي تاخد منك يعني لو طولها مثلا 70 تاخد منك متر ونص عشان الكم. هتيجي بصي ادي انت حطيتي اهو، انا بس عشان اشرح لك الجزئيه دي. هتيجي بقى هنا بصي كده بتدخلي 2.5 سنتي، ومن هنا 2.5 سنتي تعملي ده. انت حاطه بقى ايه على القماش بالمركه كده بتعلمي، ادي 2.5 سنتي اهو. ده على القماش ادي 2.5 سنتي، وبتاخدي زيهم كمان 2.5 للبطانه، وبتحطي فازلين اهو، وتروحي واخده 1 سنتي عشان التقفيل من الداخل بالشكل ده. يبقى اصبح انت حطيتي طبعا القماش بيبقى متني، واخده بالك؟
ده بصي القماش متني، انت بتحطي البطرون والقماش متني، وبتيجي ادي عملتي المردات بتاعتك بتتنيها. وهنا بقى العراوي وزراعي الجزء الثاني برضو بتعملي ادي الجزء الثاني اهو، ده اللي بيتعمل بقى فيه تحط الزراير، والجزء العلوي اللي هو يتحط فيه العراوي، وبتدخلي برضو بنفس مقدار اللي احنا دخلناه 2.5 2.5 1 سنتي، وبتروحي عامله كده، بتروحي عامله الفازلين بتاعك. ادي بصي بتحطهم على بعض اهو، ده هنا كده هيبقى فيه مرد على المرد اهو، هيبقى بالشكل ده. خلاص ده كان الامام بتاعنا. الخلف بقى، الخلف نفس اللي انت عملتيه، الا اذا هنعدل في الحردة بتاعت الرقبة. كل المقاسات وكل الخطوات اللي انت مشيتيها ادي اهو كده، سواء 6 او 7 اللي انت خدتيهم، تنزلي 2 سنتي وتعملي الدوران بتاعك. نفس بقى الخطوات طبعا بدون ما فيها بقى لا مردات ولا اي حاجة، عادي خالص بقى. ادي كده بترتفعي بقى هنا 4 سنتي، تدخلي نص وتروحي عاملة طبعا ما فيش اي حردات في الخلف، وبتكملي بقية البطرون بتاعك عادي جدا. خلاص هتيجي بقى ترسمي الكم. الكم انا شرحاه كتير جدا على القناة، انا هشرحهولك برضو عشان بس الفيديو ما يطولش مننا. ادي حبيبتي بتاخدي محيط الذراع زائد 6 سنتي، ادي هنعمل كده محيط الذراع زائد 6 سنتي، ارتفعي رأس الكم بتاخدي تلت محيط الذراع زائد 1، وما ترتفعيش عن 15 سنتي مهما كان مقاسك، مهما كان مقاسك ما ترتفعيش ابدا عن 15 سنتي. ودايما بيبقى في فرق بين الباط والكم 2 سنتي، ده طبيعي بيدخل في تشريبات. لو بتعملي فستان ممكن التشريبات تبقى من عند الكتف، لو بتعملي جاكيت التشريبات بتبقى من تحت الباط عشان ما يبانش معاكي التشريبات في الكتف بتاع الجاكيت. هتيجي هنا بصي بقى، انا دايما بنقول بناخد 1 سنتي، وده كتير ما بيتكلموش عنها، في الخلف بتاع الكم. هنا خلف هنا امام، حبايبي الكم ليه خلف وامام. انا ممكن اقول لك امسكي كده وتروحي عامله خطك، لا ده كده مش مظبوط كده بقى يظبط معاكي الكم. هتيجي بقى بصي، لان قدام في بروز والخلف ما فيش بروز، انت هنا نصفنا مالكيش دعوه بقى بالواحد سنتي ده، نفس التنصيف ده بترتفعي بيه. هنرتفع بيه كده، هنروح بصي بقى تروحي عامله كده. هنيجي بقى للامام بتاع الكم، بتروحي عامله كده. حتى بصي الرسمه مختلفه بين الخلف والامام، هنا بتنصفي ارتفعي 1.5، هنا نصفي انزلي 1 سنتي، هنا هننصفه 4 مسافات بالشكل ده، ارتفعي 1.5 انزلي 1.5 برضو عشان ده الامام، عشان الحردة وبروز الصدر. وده يا حبايبي اللي يقولك الكم معايا شادد ليه، ده الطريقة الصحيحة لكم. هتيجي بقى بصي اعمليها كده، احنا مش عايزين ناخدها دوران عشان خاطئ. بصي انا هاخدها ازاي، عشان احنا الجزء بتاع الحردة دي احنا لغيناه عشان ننزل بالكتف الساقط، وده الشغل المظبوط. وممكن بصي تروحي مطيرة الجزء ده، انا مش عايزة التدويرة دي، هقولك ازاي. هتنزلي بقى عايزة بقى تركبي له بقى الشريط بعروة زي كده، ده براحتك بقى، عايزة تخليه عادي ممكن بصي اهو تعملي واسع
بتاخدي محيط الرسغ، ادي محيط الرسغ بتاعك. طيب عايزاه يبقى واسع شويه، حطي من هنا 2 سنتي وزودي من هنا 2 سنتي. ستاخدي الاول اهم حاجه عشان بس شغلك يبقى مظبوط، حاجات بسيطه بس بتديكي نتيجه تريحك يعني. هنقص بقى بصي بقى انت لما تيجي تقصي، انا عايزه اطير الحته بتاعت الدوران اللي فوق دي اهي، بتاخدي بقى الجزء ده اللي احنا ارتفعنا بيه بس انا مش محتاجاه، وكملي بقى يطلع معاكي الدرس بتاعك مظبوط، يطلع بصي الكم بالشكل ده. احنا بنطير الجزء بتاع راس الكم من فوق، وده كان البطرون اللي كان مطلوب، وان شاء الله اكمل لكم بقيه الطلبات. ادي شكل البطرونه، واضح، وان شاء الله نوفي بقيه الطلبات، والقاكم على خير. سلام عليكم.